السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. بالنسبة لمباراة الزمالك أمام الأهلي بإذن الله تعالى هيكون ميعادها اليوم السبت 22 أغسطس 2020، المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة أون تايم سبورت 1 والمعلق مدحت شلبي وبلال علام، وأون تايم سبورت 2 والمعلق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة. وعن تشكيل الزمالك لهذا اليوم هو كالآتي: استقر الفرنسي المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به المباراة اليوم أمام النادي الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز. ويشهد التشكيل المتوقع لنادي الزمالك عودة اللاعبين الأساسيين الذين غابوا في الفترة الماضية. وعن تشكيلة الزمالك اليوم: في حراسة المرمى اللاعب محمد أبو جبل، وفي خط الدفاع حازم إمام، محمود حمدي الونش، ومحمود علاء، ومحمد عبد الشافي تشيفو، وفي خط الوسط يوجد طارق حامد وفرجاني ساسي. وعن الثلاثي ما قبل المهاجم احمد سيد زيزو ويوسف اباما وبن شرقي، ورأس الحربة والمهاجم الوحيد في خط الهجوم هو اللاعب مصطفى محمد. اما بالنسبة لتشكيل الاهلي اليوم مواجهة الزمالك، استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لكرة القدم لنادي الاهلي على التشكيل المتوقع لمواجهة نادي الزمالك هذا اليوم في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز. وسيقود الفريق في الهجوم اللاعب اليو بادجي. وعن التشكيل المتوقع فإنه يكون في حراسة المرمى اللاعب محمد الشناوي، وفي خط الدفاع يوجد محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، أما في خط الوسط فيوجد اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجاي، وأمامهم في خط الهجوم المهاجم الوحيد اليو بادجي. وبكده نبقى قدمنا لحضراتكم تشكيل الأهلي اليوم وتشكيل الزمالك اليوم في مباراة القمة. قدمنا لكم موعد المباراة طبعا بتوقيت مصر، كنت زعت موعد المباراة قبل كده بتوقيت كل الدول، وقدمنا لكم بالقنوات الناقلة والمعلقين. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.